حسب ما افادنا الامداد الطبي ان عندما يتوفر عنده يعني مخزون كويس متوفر من الحاجات هذه حسب ما افادنا. بالنسبه للكمامات والمعقمات موجوده، سواء كانت معقمات كحوليه او موجوده مواد تنظيف زي الكلور او البوتاس، موجوده في الاسواق هذه بكميه كبيره جدا، يستطيع ان المواطن يستخدمها. الاشكاليه اللي حكينا لك عليها اللي هو حاله الهلع اللي صارت داخل المجتمع الليبي، وخصوصا مع ورود بعض الاشاعات على صفحات التواصل الاجتماعي عن اكتشاف حالات وغيرها، والحمد لله كذبها كل المركز الوطني لمكافحه الامراض. هذه كلها منها ساعدت على تضمنه السوق الليبي والمواطن الليبي بحد ذاته. ولكن السؤال اللي احرح ممكن نساله حاليا، ما هي امكانيه المصانع الليبيه اللي موجوده عندنا حاليا، ما هي امكانيه تلبيه احتياجات السوق الليبي لحين فتح اسواق اخرى؟ يعني عندنا مصانع تصنع مواد غذائيه، هل هي تستحمل انها توفر السلع الغذائيه، او الدوله تقدر انها تاخذ منها الكميات هذه وتوفرها في السوق الليبي بمختلف المناطق الليبيه وبسلاسه تامه؟ لان احنا نحكي اليوم مروا على سوق ليبي كبير جدا، يتطلب فيه مصاريف شحن، يتطلب فيه شحن، من يتكفل بهذه المصاريف؟ يعني تكلفات المواطن، خصوصا ان احنا نعرفوا لا زال الان في ناس تاخذ 450 دينار معاشات، يعني هل تكفيها في هذه المرحله او لا؟ كل منها زي ما حكيت لك، كل ما تحكيه من أحاديث اليوم ينصب في الأخير على رجل الحرس البلدي، لأنه يطالب بتنفيذ بعض الأشياء وهي للأسف لم تعد لها موجود لا نص ولا قرار لها.